موجز الأخبار من راديو أم، أهلا بكم. بداية، أيدت الغرفة الثامنة بمجلس قضاء الجزائر اليوم الحكم الصادر عن محكمة بئر مراد رايس والقاضي ببراءة الناشط السياسي سمير بالعربي الذي كان متهما بالمساس بالوحدة الوطنية وتوزيع منشورات من شأنها الأضرار بالمصلحة الوطنية. وقررت محكمة سيدي محمد تأجيل محاكمة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى والوزيرين السابقين عمار غول وعبد الغني زعلان إلى جانب عدد من ولاة سكيكدا السابقين إلى يوم 28 ديسمبر في قطاع السياحة. وتأجلت المحاكمة بسبب إصابة بعض محامي المتهمين بفيروس كورونا. من جهة أخرى، أجلت محكمة سيدي محمد اليوم الاثنين قضية المدعو عبد سمار ورجل الأعمال محي الدين طحكوت إلى 28 ديسمبر الجاري لتزامنها والمحاكمة الثانية لطحكوت أمام مجلس قضاء الجزائر المبرمجة غدا. وتتعلق القضية بجنح الابتزاز والقذف عن طريق اتصال هاتفي في حق رجل الأعمال محمد بايري، وقد سبق أن صدر أمر بالقبض الدولي ضد عبد سمار الذي يحاكم غيابيا. بعد تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون حول ضرورة تحضير قانون الانتخابات، توقع رئيس حزب جيل جديد سفيان جلالي استدعاء الهيئة الناخبة قبل 31 ديسمبر، وهذا استعدادا لتنظيم انتخابات برلمانية ومحلية مسبقة. وقال سفيان جلالي خلال نزوله ضيفا بالإذاعة الوطنية أن الظهور الأخير للرئيس تبون ليس فقط للطمأن على حالته الصحية وإنما تأكيدا منه على إطلاق عملية الإصلاح. في خبر آخر، كشف وزير النقل الأزهر هاني حجم الخسائر التي تكبدتها شركة الخطوط الجوية الجزائرية والخطوط البحرية. وقدر الوزير حجم الخسائر التي تكبدتها شركة الخطوط الجوية الجزائرية بأربعين مليار دينار، أما الخطوط البحرية فقد وصلت خسائرها إلى 7 ملايير دينار جزائري إثر تراجع الحركة فيها بنسبة 20%، وهذا بسبب الظروف التي فرضتها انتشار وباء كورونا. في آخر خبر، وبمناسبة الاحتفالات بالذكرى 60 لصدور قرار 15/14 للجمعية العامة للأمم المتحدة المتضمنة منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، جددت الجزائر تأكيدها على تضامنها مع حق الشعب الصحراوي وجميع الشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في تقرير المصير في كنف الشرعية الدولية، وهذا حسب ما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية. بهذا أصل معكم إلى ختام الموجز. مزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا الإلكتروني radio-am.net. إلى اللقاء.